فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الطالب الذي قد تخرج من كلية الشريعة هل يعد مؤهلا للرجوع إلى أهله والقيام بالدعوة إلى الله؟ إيه نعم، إذا كان أنه أتقن دروس كلية الشريعة أتقنها وفهمها فهو مؤهل، أما إذا كان ما أتقنها ولا درسها وإنما اختبر وغش أو تسومح معه بالتصحيح ولا يفهمها فلا. نعم، الكلام على الفهم والإدراك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.